المسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل صيامنا مقبولا وعملنا خالصا سديدا مباركا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، وأن يمن علينا وعليكم في هذه المواسم بالرحمة والمغفرة والعتق من النار بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.